بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سوريا الشام مهد الحضارات وأرض الرسالات، دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكانت أرخص بلاد الله عيشا، وأكثرهم أمانا، وأوسعهم حرية. كان الناس يعيشون فيها على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم وأديانهم وأعراقهم، إخوة متحابين كأنما هي أسرة واحدة. وكانت سوريا موئل العلم الصحيح الكريم الصافي، وكانت منارة من منارات الهداية، وكان الناس في سوريا يعيشون كأنما يعيشون في قطعة من نعيم الجنة، إلى أن جاء الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، وحدث في سوريا حادث أمني مع شباب صغار اعتقلوا، ثم تحول ذلك إلى مظاهرات واحتجاجات خرجت إلى الشوارع، استغلها أصحاب الأهواء والمصالح والأجندات، ثم حركوا العاطفة الدينية وجيشوا المشاعر والأحاسيس، وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، ثم إلى صدام مسلح تدخلت عبره الدول الكبرى، سلحوا وجيشوا وأنشأوا الجيوش، ثم دخلت إلى سوريا العديد من المنظمات المتطرفة الإرهابية وكثير من العناصر الاستخباراتية، وتحولت هذه الشام من أكثر بلاد الله أمانا إلى بقعة مشتعلة بالحرب الظالمة الطاغية التي تآمر وتخالب وتآلف عليها أكثر من 100 دولة، ودخلت داعش، ودخلت المنظمات الإرهابية، ودخلت أيضا الدولة السورية في حرب مع هؤلاء جميعا. ثم ضاعت منا سوريا، ضاعت منا الأمان، وضاع منا الاستقرار، وضاع منا رغادة العيش، ضاع منا هذا الأمل الذي كنا نعيشه نحن السوريون من أجل أن تستمر حياتنا إلى الأفضل، ضاع منا مستقبل أبنائنا وبناتنا. وهذه البلد العظيمة الكريمة دمرت فيها المدن، شرد فيها الناس، مات فيها مئات الآلاف من الأبرياء، ضاع فيها الأمان، تشرد فيها الناس، وفقدنا عزنا وكرامتنا، وفقدنا إنسانيتنا، صرنا على هامش التاريخ، واستنزفت ثرواتنا، وتضاعف ألمنا، زادت أسعار السلع إلى ما يزيد إلى 13 ضعفا، ثم دفعنا على مدى 7 سنوات ثمنا غاليا. السوريون اليوم نادمون متأسفون، لأن بعضهم حركتهم العاطفة ولم يفكروا لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل. أقول ضاع منا الأمان، ضاع منا الاستقرار، ضاع منا المستقبل. لذلك أقول لإخوتي في إندونيسيا، أخاطب كل الإندونيسيين، أيها الإخوة، إندونيسيا بلد جميل، إندونيسيا بلد أهله طيبون، وهو بلد آمن مستقر، بلد ينمو ويزدهر ويمضي إلى الأفضل والأحسن. إياكم أيها الإخوة أن تتسببوا في خرابه، إياكم أن تغلبكم العواطف على مقتضى الشرع والعقل فتتسببوا في هذا الذي نحن نعيش آثاره إلى اليوم في سوريا.
أيها الإخوة، إندونيسيا تستحق منكم أن تبذلوا الغالي والرخيص، وأن تتنازلوا عن كثير من المصالح والأهواء والقضايا من أجل أن تبقى إندونيسيا عزيزة كريمة، ويبقى هذا البلد الجميل الكريم المبارك بلد الأمان والاستقرار، بلد الإسلام، بلد الوسطية، بلد الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلد المعاهد العلمية. أقول لكم، عندما غلبتنا العاطفة أو غلبت بعضنا غلبتهم العاطفة، فكان ما كان، وتسببنا في دخول داعش إلى بلادنا، وتسببنا بدخول المنظمات الإرهابية إلى بلادنا. ما كانت قبل هذا الذي حدث في سوريا تستطيع أي منظمة أو أي إنسان يريد أن يعبث بالأمن والأمان وبالعباد والبلاد، ما كان يستطيع أن يفعل، إلى أن تخربت البلاد بفعل العواطف وبفعل إلغاء العقول وإلغاء الاحتكام إلى الشرع، ثم بعد ذلك ضاع منا كل شيء. أيها الإخوة، إندونيسيا أمانة في أعناقكم، ينبغي أن تقدموها على كل شيء، وينبغي أن تحصنوها من أي خلل أو من أي اضطراب أو أي من أي مشكل يمكن أن يتسبب في هلاكها وفي دمارها وفي خرابها وفي تشريد أهلها. إندونيسيا أمانة في أعناقكم، ينبغي أن يصان وأن يحمى، ولكن من خلال أبنائه البررة، من خلال مواطنيه الكرام الأعزة، الذين إذا وصفناهم نصفهم بالرقي والإيمان والأخلاق والسمو الإيماني والأخلاقي، وهو أكرم ما يمكن أن يوصف به بلد. أيها الإخوة، إندونيسيا أمانة في أعناقكم، إندونيسيا أمانة في أعناقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.